أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة بشبكة تلفزيون النهار، التغطية المتعلقة بمسيرة الجمهورية التي تجري الآن في فرنسا. هذه المسيرة التي يشارك فيها آلاف الفرنسيين ونسبة كبيرة منهم من المسلمين، حتى يعبروا عن أن الإرهاب لا علاقة له بالدين الإسلامي أو بأي دين آخر. هذه المسيرة أيضا يشارك فيها حوالي 50 من زعماء دول العالم. بالنسبة للجانب المصري، السفير سامح شكري يشارك في هذه المسيرة. هناك أيضا حضور كبير من قبل ملك الأردن وزوجته، الرئيس الفلسطيني، وزير الخارجية الروسي، المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أيضا موجودة في هذه المسيرة، بالإضافة لعدد كبير طبعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وعدد كبير من المسؤولين الفرنسيين في هذه المسيرة. قبل هذه المسيرة وقبل انضمام القادة وزعماء العالم إلى هذه المسيرة، كان هناك اجتماع لوزراء الداخلية المسؤولين عن الأمن في الدول الأوروبية، وزراء خارجية الدول الأوروبية. وخلال هذا الاجتماع كان هناك مطالبة بأن يكون هناك تشديد للإجراءات الأمنية في منطقة الشنغن لمنع توغل الإرهاب لأوروبا. الآن مشاهدينا الكرام، نتابع على الهواء مباشرة هذه المسيرة التي يشارك فيها زعماء من دول العالم للتنديد بالإرهاب الذي أصبح متفشي الآن في مناطق عدة من دول العالم. الإرهاب ليس متعلق بدين وليس متعلق بمنطقة واحدة، وأكبر دليل ما حدث في فرنسا. في وسط الواقفين الآن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وبجانبه المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، وأيضا عدد كبير من زعماء العالم موجود، ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني موجودين في مقدمة هذه المسيرة، وبالتأكيد أيضا وزير الخارجية المصري، السفير المصري سامح شكري موجود في هذه المسيرة، وزير الخارجية سامح شكري، السفير سامح شكري موجود في هذه المسيرة، والذي ينقل التعازي من الشعب المصري كافة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب الفرنسي. وعلى ذكر نقل التعازي، فاليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو العالم لمكافحة الإرهاب وغلق مواقع التكفيريين بالإنترنت. كثيرا ما دعا العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتكاتف حتى يتم مواجهة الإرهاب في العالم. كثيرا ما كان هناك نداءات حتى يتكاتف العالم أجمع لمواجهة الإرهاب. هذه المرة العالم كله بالفعل بدأ في التكاتف لمواجهة الإرهاب، نظرا لأن الإرهاب أصبح متفشي في كافة دول العالم. هذه المسيرة ليست مسيرة فقط، ولكنها بداية هي وقفة صامتة حدادا على أرواح الذين قتلوا في العمليات الإرهابية الأخيرة في فرنسا. وبعد ذلك من المفترض أن يكون هناك مسيرة من ميدان الجمهورية حتى ميدان الأمة. آلاف الفرنسيين يشاركون في هذه المسيرة، بالإضافة للزعماء كما ذكرنا لحضراتكم. نعيد مرة أخرى أن السفير سامح شكري وزير الخارجية يشارك في هذه المسيرة كمندوب عن مصر في هذه المسيرة. هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين هذه المسيرة حتى يستطيع كل مواطن أن يعبر عن أنه ضد الإرهاب، وأن الإرهاب لا دين له ولا مكان محدد متعلق بالإرهاب. الإرهاب من الممكن أن يطال كافة شعوب العالم طالما أن هناك أو طالما أن ليس هناك إجراءات أمنية مشددة وتكاتف دولي لمواجهة الإرهاب. هذه المسيرات بالتأكيد مشاهدينا الكرام تأتي ردا على مقتل 17 من الفرنسيين في الأحداث الأخيرة التي بدأت منذ 3 أيام تقريبا. هذه المسيرة دعا إليها أيضا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حتى يستطيع كل فرنسي أن يعبر عن أنه ضد الإرهاب. الرئيس الفرنسي كان له الكثير من التعليقات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية، وكان من أبرزها أن هذه العمليات ليس لها علاقة بالدين الإسلامي، وكانت هذه من أبرز التعليقات التي قالها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند منذ بدء هذه الأحداث.
مشاهدينا الكرام، كما نتابع الآن على الهواء مباشرة، بعد الوقفة الصامتة بدأت المسيرة في أن تسير بالفعل في الوسط، وسط هذه المسيرة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. هذه المسيرة جاءت بعد الأحداث التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي بالهجوم على صحيفة تشارلي إبدو، وبعد ذلك العالم كله كان يتابع الأحداث يوم الجمعة الماضية عندما كان هناك هجوم مزدوج من قبل الإرهابيين وأيضا احتجاز لعدد من الرهائن، وكانت هناك عمليات أمنية كثيرة وكبيرة جدا من قبل السلطات الفرنسية حتى تستطيع أن تحرر الرهائن الذين كانوا محتجزين، وأيضا حتى تستطيع أن تقبض على الإرهابيين. لكن بالنسبة الأخوين كواشي فقد لقي مصرعهما خلال العمليات. معنا الآن مشاهدينا الكرام على الهاتف سيادة السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق. بداية سيادة السفير، كيف ترى مثل هذه المسيرة والمشاركة الدولية في هذه المسيرة؟ يعني الحقيقة أنا بشوفها من جانبين، جانب يعبر عن التأثير المؤلم لما تحدثه العمليات الإرهابية ورد فعل قوي جدا من جانب دول أوروبية سواء في المسيرة أو سواء في مشاركة رؤساء دول وكبار المسؤولين ووزراء الخارجية من عدد كبير من دول. ده بيعبر عن أن هناك موجة غير مسبوقة من الإرهاب، في وأنه هذه المجموعات الإرهابية الحقيقة أنها تستخدم الدين وتؤذي الإسلام بما تفعله، لأن الإسلام من كل هذا براء. لكن من ناحية أخرى يعني أظن أن وجود وزير خارجية مصر في هذه المظاهرة بيرسل رسالة يعني تلقينية كده للعلم بأننا هكذا نحن نرى كيف تكون المشاركة ولو بشكل رمزي، أن نشارك فيما يحدث من حادث وحيد يكاد يكون وحيد في فرنسا، وأن يعني ده بقى نحن ننتظر أنه يكون الرد الفعل الأوروبي والرد الفعل الغربي أكثر تفهما لما يحدث من حوادث الإرهاب المتتالية والتي أودت بحياة الكثيرين من المصريين من المدنيين والعسكريين، وأصابت المئات من خلال يعني جرائم غير مسبوقة في 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 في, في التاريخ. يعني من هنا بأرى أنه لابد أنه أن تكون هذه الحوادث التي حدثت في باريس، ونرجو ألا تتكرر في لا في باريس ولا في فرنسا ولا في أي مكان آخر ولا في مصر طبعا، أنه نبدأ مرحلة جديدة من التقدير المتبادل لما يحدثه الإرهاب، يعني يجعل نظرتهم إلى محاولتنا احتواء هذه الموجة الإرهابية أكثر تفاهما بدلا من التركيز على بعض التأثيرات الجانبية في أثناء صدامنا مع الإرهابيين. طيب، بمجرد بدء هذه الأحداث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كان يؤكد أكثر من مرة أن هذا الإرهاب ليس له علاقة بالدين الإسلامي تحديدا، ولكن الإرهاب هو فكر متطرف بشكل عام. إلى أي مدى مثل هذه التصريحات تؤثر على المسلمين في كافة دول العالم والمعاملة مع المسلمين في دول العالم المختلفة؟ طبعا ده تصريح ذكي وواقعي، لانه يعني نقطة البداية هنا ان كان يعني الارهابيين قد قتلوا مجموعة من الفرنسيين ايا كانت اطيافهم، الا انهم بيقتلوا المسلمين في 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 مختلف الدول في منطقة الشرق الاوسط، فبالتالي ده يؤكد ان لا علاقة لهم بالاسلام. لكن تصريح رئيس أولاند بيعبر عن ذكاء، لانه هو لا يريد ان يكون سبب هذا الحادث جريرة لتعميق صدام وتصبح القضية قضية صدام كما يسمونها صدام حضارات أو صدام أديان أو صدام ثقافات، وده بيعود السلب على الدول ذاتها. فبالتالي أنا بشوف أنه كان موفقا في هذه التصريحات، ليس فقط لأنها لها
منافع سياسية، إنما لأنها بالفعل يجب أن تكون هي الحقيقة. نعم، هناك أيضا دعوة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو العالم لمكافحة الإرهاب وغلق مواقع التكفيريين بالإنترنت، هل تتوقع أن هذه المرة سيكون هناك استجابة سريعة عما يحدث في كل مرة يتم الدعوة من قبل الحكومة المصرية والرئاسة المصرية، لأنه لابد من التكاتف لمكافحة الإرهاب لأنه سيطول كافة دول العالم؟ أنا أتوقع هذا، ويعني العلم حضرتك أنا كنت لسه بطلع على مقال نشر في الغرب بينبه إلى أن هناك زعيم إصلاحي كبير في مصر بيطرح دعوات للإصلاح، سواء يعني على الإصلاح على المستوى السياسي أو على مستوى إصلاح الخطاب الديني أو على فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب. وبالتالي إنه الحدث في أو الحادث الذي جرى في باريس، رغم أنه مؤلم، أنا أتصور أنه مفيد في التنبيه بأننا بالفعل لا نواجه مشكلة إرهابية تخص مصر أو تخص الدول الإسلامية، إنما هي موجة إرهاب عالمية لن يمكن لدولة مهما بلغت قوتها مهما بلغت كفاءتها الأمنية أو السياسية لن تستطيع مفردها التصدي لهذه الظاهرة، خاصة وأن هذه الموجة الجديدة مختلفة نوعيا عن كل موجات الإرهاب السابقة، سواء من حيث القدرات العسكرية والتسليحية الضخمة، القدرات التمويلية، والأكثر من ذلك القدرات التنظيمية. ويعني عايزين نلفت الأنظار هنا أنه الموجات الإرهابية أو المجموعات الإرهابية الجديدة مثل داعش لم تعد تضم من هم اصلا اصحاب افكار دينيه او تخرجوا من مؤسسات تعليميه دينيه او حتى من الفقراء، لا، في فئات جديده بل من الطبقات المتوسطه والطبقات المتعلمه. والدليل ان احنا بنتكلم كمان انه اضيف اليهم، وهذا يؤكد عالمية الظاهرة، أنه هناك من الأوروبيين والأمريكيين الذين ينضموا للمجموعات الإرهابية. ودي ظاهرة بالغة الخطورة لن يمكن التصدي لها أمنيا ولا حتى اقتصاديا وحدها، لابد في تصدي ثقافي، لابد من تعاون حقيقي وليس تعاون شكلي في مواجهة ظاهرة أصبحت بلا حدود، بمعنى أنها تتجاوز حدود أي دولة وأصبحت قادرة على أنها تضرب في أي مكان. وده مسألة لا يمكن الاستمرار في تحملها، لأن لابد أن هناك عدة مصادر للتكثيف، ليس فقط تكثيف المنابع التمويلية، ليس فقط تكثيف المنابع العسكرية، بل أيضا لابد أن احنا نجفف المصادر السلبية الثقافية، ودي أحد الأركان الأساسية التي بيركز عليها السيد رئيس السيسي. نعم، هناك سؤال دائما ما يطرح نفسه، لماذا فرنسا في هذا التوقيت؟ لأنه شوفي المسألة ليست بالحسابات المعقدة التي يظنها البعض. هو أولا فرنسا بتضم أكبر عدد من يعني المواطنين، أكبر عدد من المسلمين الموجودين في العالم الغربي، هي وألمانيا أيضا، يعني بيختاروا المكان الذي يستطيعون أن يعني ينفذوا فيه عملياتهم. ويعني تصادف أظن أنها كانت يعني الظروف كانت مهيئة أن يفاجئوا العالم من خلال المدخل الفرنسي، إنما هذا لا يستبعد أن يعني إمكان حدوث لا قدر الله هذا تكرار هذه الحوادث في أي مكان. نعم، طالما أن هذه الحوادث أمر وارد أن تحدث في أي مكان آخر، وأمر وارد أن تحدث في دولة أوروبية أخرى، ربما الولايات المتحدة بعد ذلك، ربما أي مكان، لأن الإرهاب فعلا لا وطن له ولا دين له. إذن وزراء داخلية أوروبا بيقرروا تجديد الإجراءات الأمنية في منطقة الشنغن لمنع توغل الإرهاب لأوروبا، وعلى حسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي كازنوف قال إن محاور مكافحة الإرهاب في أوروبا ستشمل تجديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي دون الإخلال بالحريات الأساسية، فضلا عن تعديل اتفاقية شنغن بشأن الحدود. ماذا يعني تعديل اتفاقية شنغن بشأن الحدود؟
يعني انا اتصور طبعا هو لابد ان احنا نتابع هذا، اتصور انه قد يضاف نوع من التقييد في مساله انه التحرك داخل دول شنغن، بمعنى ان كما هو المعمول به الان هو انه تاشيره شنغن بتسمح لمن يعني يحصل عليها انه يدخل الى البلد الاوروبي الاول ثم يتنقل داخل كل الدول التي يعني تعمل بنظام شنغن. فاتصور انه سوف يكون هناك بعض القيود الاضافيه على الانتقال داخل هذه المجموعه وليس ترك الباب مفتوح على مصراعيه على هذا النحو لمحاولة التقييد، بالإضافة طبعا لابد هيبقى في إجراءات أمنية أقوى، ما هو ما يعني منها ما هو ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر. أنا بس عايز أضيف بمناسبة عرضك يعني فيما يتعلق بأنهم بيشددوا هنا وهناك داخل أوروبا، لابد الزاوية التي تتحرك فيها أوروبا والعالم الغربي ككل تتناول أنه إن كانوا يعني على أعتاب تجديد النظام الأمني داخل أوروبا، لابد أن يكون الجانب الآخر أو الوجه الآخر العملة هو المشاركة والدعم لمصر وكل الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، سواء بالمعدات سواء بالتدريب سواء مع تكثيف المعلومات الاستخبارية، لأنه كما كانت نقطة البداية هي أننا نواجه ظاهرة عالمية، إذا لابد أن تكون نقطة الحل هي عالمية المواجهة. نعم، حضرتك ذكرت انه ربما يبقى في اجراءات اخرى غير التنقل بسلاسه وسهوله بين الدول الاوروبيه المختلفه نتيجه للحصول على تاشيره الشنغن. هل من الممكن ان يكون في المرحله القادمه الغاء للتنقل بين الدول الاوروبيه المختلفه؟ تكون التاشيره على دوله اوروبيه وحيده؟ لا، ما يعني هذا يعني يبقى ردة كبيرة لمرحلة الوحدة الأوروبية، لأنه إذا أنت بتكسري أساس يعني عندك في أسس مهمة جدا للوحدة الأوروبية، منها أنه مثلا في منطقة اليورو اللي هي عملة موحدة ومنطقة شنغن وهي منطقة واحدة بتضم عدة من الدول بمعنى التنقل في داخلها بحرية. إذا لو أنت عند أول إصابة يعني بيحصل هذه الردة في أن يلغي هذا النظام أنا أستبعده في هذه المرحلة، إنما هناك البديل هو التجديد الرقابة وإضافة شروط جديدة. ده تصور على فكرة، أنا لا يعني ده اجتهاد. نعم، لأن هذه التصريحات هي تصريحات يعني حديثة. أما طبعا بس يعني عايز أقول أنه أنا لا أستبعد تماما إلغاء نظام الشنغن، إنما ما أتوقعه هو تجديد الإجراءات يعني أو إضافة إجراءات جديدة فيما يتعلق بحرية التنقل داخل المناطق الشنغن، مع طبعا هيبقى في نوع من الترقب الخاص بالنسبة لمن يحملون جوازات سفر غير غربية. اتصور في اجراءات امنيه، تزديد كاميرات، زياده عدد الكاميرات، زياده الاجراءات الامنيه هنا هناك، يعني اتصور هو ده في المرحله الاولى هو نوع من التقييد غير الذي لا يؤثر في مفهوم حريه الانتقال داخل الدول الاوروبيه التي تعمل بنظام شنغن. نعم سيادة السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه الآراء والتوضيحات المختلفة. ينضم إلينا أيضا الأستاذ أحمد غازي المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان. أستاذ أحمد، ما زلنا مع تصريحات وزير الداخلية الفرنسي. وزير الداخلية الفرنسي صرح بأن النصوص الأوروبية الحالية لمكافحة الإرهاب ليست كافية. إذن هل من المتوقع أن يكون هناك نصوص أكثر صرامة ربما لا تراعي حقوق الإنسان بشكل كافي لكن يكون الشغل الشاغل هو مكافحة الإرهاب؟ خلينا نقول بس الأول إن مشكلة الإرهاب مش مشكلة عند أوروبا بس، ده بتعاني منها كل دول العالم. وخلينا نرجع للأساس دايما هو الاتفاقيات الدولية اللي أقرتها الأمم المتحدة. إحنا عندنا ما زال عندنا 14 اتفاقية دولية كلها خاصة بمكافحة الإرهاب.
لم تفعل هذه الاتفاقيات بشكل كامل حتى في الدول الأوروبية، رغم أن عدد كبير جدا من الدول موقع ومصدق على هذه الاتفاقيات. وده بدأ المجتمع الدولي يحس ده في 2001 تقريبا بعد أحداث 11 سبتمبر أعتقد. عذرا على المقاطعة دكتور أحمد، لكن اسمح لي فقط أن أعلق على الصورة التي موجودة الآن على الهواء مباشرة. من الواضح أن الرئيس الفرنسي بيتلقى التعازي وأيضا بيسلم على كافة الزعماء الموجودين الذين يشاركونه اليوم في هذه المسيرة، مسيرة الجمهورية التي تم تنظيمها للتعبير عن مدى رفض الإرهاب في كافة دول العالم وليس في فرنسا فقط. تفضل دكتور أحمد. ده اللي احنا عايزين نقوله بالظبط، يعني احنا المشكلة مش مشكلة عند فرنسا. اي نعم الموقف اللي احنا شايفينه والصوره اللي احنا شايفينها صوره مشرفه وصوره معبره عن رفض المجتمع الدولي للارهاب بشكل عام، ولكن خلينا نترجم ده بشكل واقع لمكافحه الارهاب والتصدي ليه بشكل تكثفي من العالم كله. احنا عايزين نمنع الارهاب من جذوره، مش عايزين الارهاب يتخلل في كل دوله. نرجع في الاخر نقول احنا عايزين نعمل اجراءات او اجراءات قاتمه لمنع من السفر والتنقل، مع احترامي للاستاذ للمعالي السفير اللي كان بيتكلم، لا احنا مش عايزين نحد من اجراءات التنقل، لكن نحد من جرائم. نعم دكتور أحمد اسمح لي، سيادة السفير لم يذكر الحد في سهولة التنقل، لكن ده كان تعليق على الدول الأوروبية، وهو صراحة وضح الراجل وضح. لا ده تعليق على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي والذي قال أنه لابد من تجديد الإجراءات الأمنية في منطقة الشنغن. لا يعني هو اي اجراءات متبعه لا تحد من حقوق الانسان، فانا اتفق معاه بشكل عام، ولكن خلينا نتكلم على تجريم تمويل الارهاب والقيام بدون تاخير بتجنيد اي اموال لاشخاص بيشاركون في اعمال ارهابيه، واحنا عارفين ولدى المجتمع الدولي قائمه بحصر هذه المؤسسات والمنظمات والاشخاص الداعمين للارهاب، وايضا هناك دول ايضا تدعم الارهاب على اراضيها، ونحن نعلم هذا جيدا والمجتمع الدولي يعلم والامم المتحده تعلم بهذا الامر والاتحاد الاوروبي. وايضا منع الجماعات الارهابيه هذه من الحصول على اي اشكال من اشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الامن لتلك الجماعات حتى تنتشر في العالم بالشكل اللي احنا شايفينه مضر في العالم كله. وايضا بنتكلم على تبادل المعلومات مع الحكومات دول اخرى، احيانا في دول بتطلب بعض الدول التحري عن بعض اشخاص او كيانات بيتشكك في دعمها الارهاب، الدول ما بقاش للاسف في اي مسانده بينها وبين بعض او بتتاخر في المعلومات، فبتم لذلك انتشار هذه الجماعات في هذه الدول. نعم، هل هذه الاجراءات حضرتك تتوقع ان هي تكون بين الدول الاوروبيه فقط ام بين الدول الاوروبيه وكافه دول العالم؟ لا انا شايف العالم كله، انا شايف العالم، الصوره اللي احنا شايفينها النهارده في فرنسا والتحرك ده لازم يترجم على ارض الواقع من خلال اتفاقيه واحده دوليه لمكافحه الارهاب. احنا عندنا 14 اتفاقيه في الارهاب، في التنقل، في الطيران، في السفن، في اعمال الحدود وكل هذا، ولكن ما عندناش اتفاقيه واحده مترجمه، رغم انه في لجنه في الامم المتحده لمكافحه الارهاب، ولكن اين الاتفاقيه التي تطبق وتكون ساريه تتيح المساحه لهذه الدول ان تتعاون للتصدي لهذه الجريمه البشعه التي نرفضها بكل المقاييس. فانا اعتقد ان التحرك الدولي اكثر من التحرك على مستوى اقليمي، يعني ما بنتكلمش على اقليم الدول الاوروبيه، ما احنا عندنا ارهاب في مصر، عندنا ارهاب في السودان، وعندنا ارهاب في دول عربيه ودول افريقيه وفي امريكا اللاتينيه وفي امريكا نفسها، يعني بالتالي احنا بنتكلم على مشكله او ازمه عالميه. فالتصدي ليها انا شايفه من وجهه نظر يبقى تصدي عالمي، الصوره اللي احنا شايفينها والتجمع الموجود من وزراء ورؤساء وملوك من مختلف دول العالم، يا ريت ده يترجم بشكل واقعي من خلال اتفاقيه قابله للتطبيق او تطبق بشكل عام في كل دول العالم. نعم. طيب على ذكر ان حضرتك بتقول في كافه دول العالم، يعني نحن كمصريين يعني شعرنا بذلك الامر في فتره من الفترات عندما كان المصريين يطلقون على جماعه انها جماعه ارهابيه ودول اخرى تقول انها جماعه لابد من احتوائها ليس مواجهتها. هل بعد الاحداث في فرنسا لن نجد مثل هذه التصريحات مره اخرى بعيدا عن انها تراجعت بالفعل في الاونه الاخيره؟ لا هي المساله هنا مش الاحتواء، هو التصدي، يعني انا مش بتكلم على تصدي على الخروج على 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 المألوف او اعتداء او حد من حقوق الانسان، ولكن بتكلم على التصدي من المنبع. احنا بنمنع الجريمه، لما اقول نمنع تمويل هذه الارهاب والدول التي توفر الملاذ الامن وتدعم وتساند الارهاب،
ده هيبقى بشكل دولي، كل ما يبقى في ضغط دولي يبقى في عدد كبير جدا من الدول رافضه للكلام ده. يعني الصوره يا جماعه اللي احنا شايفينها النهارده صوره لعدد كبير جدا من دول العالم رافضين اللي حصل في فرنسا ورافضين استخدام الارهاب تحت شعار الدين او تحت اي شعار، بغض النظر عن الموقف الخاص بالجريده او غيرها، ولكن احنا بنرفض اي شكل من اشكال العنف او الارهاب المجتمعي. فبالتالي انا شايف ان التحرك هنا تحرك دولي بشكل عام. طيب حضرتك بتتكلم على الدول الداعمه للارهاب، مثل اي الدول التي من المفترض ان تكف عن دعم الارهاب ان كان الامر معلن؟ يعني مش عايزين نذكر ان في عندنا دول، احنا عندنا دول من اول يعني في دول الخليج لغايه دول مجاوره، يعني ممكن الدول دي تكون يعني مش هي يعني حتى لو كانت سياسه الدوله رافضه لهذا الامر، ولكن على ارضها الارهاب، ممكن تكون الدول دي محتاجه مساعده او مسانده من دول اخرى لمكافحه الارهاب على ارضها. احنا شايفين من اول العراق لغايه الخليج لغايه افريقيا في اوروبا، يعني الارهاب في كل حته محاصرنا. انا عشان كده مش عايزين نسمي دول في بعضها، يعني الدول اكاد تكاد ما تكون معروفه، وهناك اجهزه استخباراتيه محدده الاماكن الخاصه بعمل هذه الجماعات وهذه المؤسسات وهؤلاء الافراد الذين يخططون يعملون في مجال الارهاب. عشان كده مش عايز اسمي يعني تسميه لدول بعينها، هناك دول عديده، يعني يكاد يكون في مصر جماعات مسلحه في مكان ما واحنا بنحاول نكافحها، ويكاد يكون في اماكن اخرى غير معلومه. ما نجيش نقول ان مصر مثلا هي دوله مصنعه او مصدره ارهاب، ما نقدرش نقول كده، ولكن نقدر نقول ان لو تم التكتف الدولي هيتم محاصره حتى الدول اللي فيها سياسات داعمه لهذه الجماعات او هذه المنظمات، هيتم الضغط عليها من قبل المجتمع الدولي لتغيير سياساتها تجاه هذه الجماعات وهؤلاء الافراد، وهيكون هناك تجريم او يكون هناك استنفار ان هم يعملوا اي اعمال سواء تجمعات او استضافه لمؤسساتهم او منظماتهم، تمام، اللي هم بيدعوا ان هي بشكل مشروع، وهيتم محاصرتها والقضاء عليها بشكل نهائي. يعني انا عشان كده انا بقول لحضرتك التحرك هنا لازم يكون على المستوى الدولي. التحرك هنا على مستوى دولي وبالفعل على مستوى دولي. احنا مش عايزين نتكلم في مشكله فرنسا، هي مشكله مش مشكله فرنسا، مشكله مصر، مشكله لبنان امبارح، مشكله العراق، مشكله كل دوله من دول العالم. ما فيش دوله النهارده سالمه وامنه من الارهاب. انا من وجهه نظري واعتقادي امريكا اللي هي بتعتقد ان هي افضل دول العالم تعيش في سلاما وامانا، كانوا بيعتقدوا قبل 11 سبتمبر تعرضوا للارهاب، وما زال حتى الان هناك جرائم ارهابيه. على ذكر امريكا دكتور احمد، النهارده في اجتماع وزراء الداخليه التابعين للقاره الاوروبيه، 11 دوله اوروبيه وزراء داخليتها اجتمعوا النهارده وخرجوا ببيان، اضيف اليهم وزير العدل الامريكي ايضا كان حاضر هذا الاجتماع. تمام، ده صحيح. هم بيحاولوا، خلينا نقول بس هي دي، مش عايزين نقول الانانيه على الواقع، يعني ليه كل دوله من دول العالم ما تحصل لها المشكله على ارضها تبتدي تفكر ان هي تطلع نفسها بس من الموقف اللي هي فيها للجرائم اللي هي فيها، لما تكون في ارض ثانيه ما تتكلمش عنها وتتغاضى عنها او تغض الطرف. لا، انا شايف ان ده للاسف ده هيبقى تحرك فردي في اوروبا، وبرضه مش هيبقوا سالمين من الارهاب او من جرائم الارهاب، لان جريمه الارهاب حتى في تعريفها هي جريمه دوليه، مش جريمه بتتم على اقليم معين او في اطار دوله معينه، لا ده جريمه دوليه وبتبقى جريمه منظمه. فبالتالي التصدي ليها برضه بيبقى على نفس المستوى الدولي، ما يبقاش بس على المستوى الاقليمي. يعني هنا مش هاجي اتصدى للارهاب من خلال مجموعه الدول الاوروبيه اقول ان احنا تصدينا للارهاب، الارهاب هيطولهم يعني اجلا ام عاجلا، يعني مش هيقدروا يتصدوا ليه. ان هي خليه الارهاب ده يعني حتى لو ما كانش بيتم بشكل علني بيتم بشكل سري، والشكل السري بتاعه بيبقى اخطر واشد خطوره من الشكل العلني. نعم، ده من وجهه نظري. نعم، دكتور أحمد غازي المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن أيضا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، كثيرا ما تحدثنا عن الإرهاب في دول العالم كافة وأن الإرهاب لا دين له ولا وطن له. اليوم حضرتك شايف أن الحضور اللي موجودين النهاردة في المسيرة، معنى ذلك سنجد أن هناك تحالف دولي بحق ضد الإرهاب، ليس بالأسلحة لكن لمواجهة الأفكار المتطرفة، لمواجهة التمويل، لمواجهة كل الأمور المتعلقة بالإرهاب؟ يعني زي ما رئيس الوزراء الفرنسي قال أمس حضرتك أنه هيبقى فيه ما قبل 7 يناير وما بعد 7 يناير،
ليس فقط بالنسبة لفرنسا وإنما بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي وكل شركاء الاتحاد الأوروبي سواء في شمال أفريقيا أو في العالم العربي. أتصور أنه الدول الاتحاد الأوروبي هتبدأ في النظر بجدية في انتهاج سياسة شاملة لمكافحة الإرهاب تتوافق حضرتك مع وجهة النظر المصرية التي سبق أن أعلناها مرارا وتكرارا على مدى الثلاث عقود الماضية. وزي ما حضرتك تفضلتي وأوضحتي أنه الإرهاب لا دين له وإن الإرهاب لا يمكن التعامل مع الجماعات الإرهابية لتحقيق مصالح سياسية. واللي حصل حضرتك في باريس يوم 7 يناير و 8 يناير إن دل على شيء يدل على أنه من يتعامل مع الجماعات الإرهابية سيدفع الثمن يعني بصورة أو بأخرى إن عاجلا أو عاجلا. فسيادتك إن أنا أتصور أنه في تغيرات هتحدث في الموقف الأوروبي أو في المقاربة الأوروبية لمكافحة الإرهاب. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه في السياق ده بقى، ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المقاربة الجديدة؟ وهل هتتعاون أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية على طول الخط مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي؟ ده أول سؤال. طيب وزير العدل الأمريكي النهاردة كان حاضر اجتماع وزراء الداخلية. يعني ما هو ده طبعا خطوة، يعني أعتقد خطوة جيدة، لكن علينا أن ننتظر ما سيخرج عن هذا الاجتماع. في سؤال تاني حضرتك هنا، كيف المقاربة الأوروبية أو المقاربة الغربية إن جاز لي استخدام هذا المصطلح، وإن كنت أفضل الانتظار حتى تتبين حضرتك الخطوط العريضة للمقاربة الجديدة، هل هذا هينسحب على الجماعات الإرهابية اللي بتعمل في سوريا ولا ينحصر هذا في السياسات اللي بينتهجها ما يسمى بالتحالف الدولي ضد داعش، بحيث ان هذه المقاربه تنحصر فقط في داعش وفي القاعده في بلاد في الجزيره العربيه اللي هي مسؤوله طبعا عن العمليه الارهابيه في باريس هذا الشهر. ففي حضرتك اسئله ملحة، أسئلة جادة من وجهة نظرنا إحنا كمصريين. لكن مواجهة داعش هي موجودة بالفعل في هذا التوقيت، إذن ما الجديد يعني؟ لا، ما أنا حضرتك هنشوف حضرتك اللي هيطلعوا بيه، إحنا هم اجتمعوا هنشوف القرارات اللي هتطلع بيها اللي هيطلعوا بيها، وهل القرارات دي هتكون قرارات مؤقتة بمعنى قرارات يعني محدودة بمعنى تضييق منح التأشيرات للمتوجهين للدول شنغن، تضييق التأشيرات للعايز حضرتك أو عدم منح حق اللجوء السياسي للقادمين من شمال أفريقيا ومن العالم العربي ومن العالم الإسلامي. يعني أنا أفضل حضرتك ننتظر ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات حتى نستطيع أن نحكم هل فعلا الغرب هيبتدي يتعامل مع الإرهاب كظاهرة عالمية ومش هيرجع يعود ثانيا إلى سياساته، إن الإرهاب اللي بتواجهه الحكومات العربية دي أعمال عنف ناتجة عن ما يسمونه بالقمع والاستبداد وما وهذا يعني كهذا الكلام، أم فعلا هيقتنعوا إنه الجماعات الإرهابية بتهدد جميع دول العالم وانه الدليل على هذا هي العمليه الارهابيه في باريس حضرتك يعني. فالنقطه حضرتك هو انه منذ الحرب او ما اسماه الغرب واسمته بعض الدول العربيه والاسلاميه الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي سابقا في افغانستان، وانه بعض الدول الغربيه وبعض اجهزه الاستخبارات الغربيه وبرضه لا نستثني اجهزه مخابرات لدول عربيه ودول اسلاميه استخدمت الجماعات الارهابيه
كأداة من أدوات سياستها الخارجية. الكل النهاردة يا فندم للأسف بيدفع ثمن غالي لهذا التوظيف السياسي للجماعات الإرهابية. نرجو ونأمل أن بعد عملية باريس أن يدرك العالم وتدرك الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ولها تجربة مريرة في 11 سبتمبر 2001 أنه الإرهاب لا دين له ولا وطن وهو يستهدف الجميع. نحن النهاردة عليهم أن يدركوا أن المواجهة ليس بين العالم والإسلام أو بين الغرب والإسلام. وده كان واضح جدا في تصريحات الرئيس الفرنسي. تمام يا فندم. من اللحظة الأولى. وإحنا يعني بنشجع هذا وبنشجع طبعا ونؤيد تماما البيان اللي صدر عن الأزهر الشريف وكذلك البيان الصدر عن جامعة الدول العربية، وطبعا بنشجع أن وجود مصر على المستوى الرسمي النهاردة في هذه المسيرة ممثلة في شخص وزير الخارجية. يعني مصر يجب أن يكون لها دورا ملموسا في محاربة الإرهاب، وزي ما حضرتك تفضلتي ليس فقط عن طريق استخدام القوة أو في المجال الأمني، وإنما محاربة الإرهاب في إطار مقاربة شاملة بتأخذ في الاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة. وأهم من هذا كله يا فندم هو أن بعض أجهزة المخابرات الغربية وبعض الدول الأعضاء في الحلف الأطلنطي، وأنا بشير تحديدا إلى تركيا أردوغان وبعض الدول العربية، أن هي تتوقف تماما عن تمويل هذه الجماعات وعن رعاية هذه الجماعات، وأنها تتوقف عن غض البصر عن تهريب السلاح وتهريب العناصر الإرهابية اللي تعبر عبر أراضيها لتلحق بالجماعات دي في حربها أو في حروبها أو في معاركها ضد عدة دول العربية. ولعل الوضع في سوريا يا فندم يعني يخلي العقول تعود إلى بعض العقول في العالم العربي تعود إلى رشدها، ونترك للشعب السوري بعيدا عن التدخلات العربية والتدخلات الإقليمية والتدخلات الأجنبية أن يختار الحكومة ويختار الرئيس. أما ما نراها الآن أعتقد أن آن الأوان لإجراء مراجعة شاملة لموقف الدول العربية من المأساة التي تدور في سوريا. نعم سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. ومعنا الآن على الهاتف أيضا سيادة السفير بدر عبد العاطي متحدث باسم وزارة الخارجية. مساء الخير سيادة السفير. مساء النور يا فندم. التمثيل المصري من قبل وزير الخارجية سفير سامح شكري اليوم عن ماذا يعبر؟ يعبر عن أشياء كثيرة، يعبر عن تضامن مصر مع فرنسا في هذه اللحظات الدقيقة، والتضامن الكامل مع الشعب الفرنسي في مواجهته ضد الإرهاب. يعبر عن أن مصر التي اكتوت بنار الإرهاب لا يمكن أن تتوانى عن المشاركة في أي فعاليات أو تظاهرات تندد بالإرهاب أو تعمل على مواجهته ومجابهته لحين القضاء عليه. تعبر أيضا عن الرؤية المصرية الثاقبة، الرؤية المصرية الشاملة التي تؤكد على أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا تستطيع أي دولة أن تواجهها بمفردها، وأنه لابد من تكاتف كل الدول بلا استثناء لمجابهة هذه الظاهرة. تعبر عن أن الإرهاب الأسود لا يمكن لأي دولة أيا كانت أن تواجهه بمفردها، وإنما لابد من التعاون المشترك مع كل دول العالم للقضاء عليه. تعبر أيضا عن أن مصر هي الدولة الوحيدة التي طرحت رؤية شاملة لمواجهة الإرهاب، رؤية تتضمن مواجهة ظاهرة الإرهاب من عدة أبعاد، وليس فقط من البعد الأمني والعسكري، ولكن أيضا البعد الثقافي، البعد الفكري، دور الأزهر الشريف في دحض وتفكيك الأفكار التكفيرية للتنظيمات الإرهابية، والتأكيد على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، وأن الإسلام بريء من هذه الأفكار المتطرفة. تعبر أيضا عن أن لا يوجد أي تمييز
بين تنظيمات إرهابية وأخرى. فكل هذه التنظيمات كلها تنظيمات ظلامية يجمع بينها ذات الفكر المتطرف، ولا يوجد تنظيم متطرف وتنظيم أقل تطرفا أو أكثر تطرفا، هي كلها تنظيمات واحدة، وبالتالي يتعين التعامل معها بذات الحزم. لا يمكن التعامل من خلال الأدوات العسكرية مع تنظيم داعش وإخفال تنظيمات إرهابية في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وغيرها من دول المنطقة. يعبر أيضا عن سلامة الطرح المصري بأن التغاضي عن التعامل عن الإرهاب، وأيضا توفير الملاذ الآمن للتنظيمات والشخصيات الإرهابية تحت دعاوى حقوق الإنسان. هذه أمور لا يمكن التسامح بشأنها، وبالتالي هنا وقع المحظور وحدث بالفعل. هؤلاء الإرهابيين الذين يعني تم توفير ملاذات آمنة وتم تغيير أفكارهم وتم أيضا تسهيل خروجهم إلى دول أخرى تحت دعاوى الجهاد، هي في النهاية تنقلب وترتكب أفعال إجرامية شنيعة داخل الدول، ولدينا في ظاهرة المقاتلين الأجانب خير مثال على ذلك. نعم، اليوم كان هناك اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين، هل من المتوقع أن يكون في الوقت القريب هناك اجتماع لوزراء الداخلية على مستوى العالم؟ يعني طبعا مصر مع أي جهد إقليمي أو جهد دولي، طالما أن الهدف هو دحر الإرهاب واحتوائه والتعامل معه، السيد وزير الخارجية على هامش مشاركته في هذه التظاهرة العالمية التقى بالعديد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية المشاركين، وتناول معهم التجارب المصرية الناجحة في مكافحة الإرهاب والخبرات التي تولدت لدى مصر على مدار عقود طويلة في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة، وأيضا دور الأزهر الشريف، وبالتالي إمكانيات التعامل مع المجتمع الدولي للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن. على ذكر إمكانية التعامل مع المجتمع الدولي في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، هل من المتوقع أن يكون هناك آلية لتبادل المعلومات على مستوى العالم، ليس بين الدول الأوروبية فقط أو الولايات المتحدة الأمريكية فقط بعضها البعض، أن يكون هناك آلية لتبادل المعلومات بشكل سريع بين كافة دول العالم في المرحلة القادمة؟ هذه إحدى العناصر الأساسية من عناصر الرؤية المصرية الشاملة في التعامل مع قضية الإرهاب. هناك البعد الأمني والعسكري، هناك أيضا البعد الثقافي والفكري، وقد استضافت مكتبة الإسكندرية عدد من المفكرين والمثقفين العرب لوضع رؤية فكرية شاملة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب. هناك أيضا بعد تبادل المعلومات الاستخباراتية وأهمية هذا البعد للعمل على تبادل المعلومات وقطع منابع ومصادر التمويل لهذه التنظيمات الإرهابية، وبالتالي ده جزء أساسي من الطرح المصري الذي تم طرحه في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. ومصر مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي طالما أن الهدف هو احتواء والقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي استشرت في المنطقة وفي العالم كله، ولا تريد إلا التأثير على فرص التنمية والاستقرار والأمن في كل دول العالم. نعم، سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ومشاهدينا الكرام، نتابع الصورة للحظات وما زالت هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم.
عزاء في الإليزي، زعماء العالم وقادته من كل حدب وصوب في قلب باريس، قادة كان في مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو. جاءوا معزين في 17 ضحية قتلهم التشدد والتطرف والفهم الخاطئ لدين سمح لم يعرف يوما بالدعوة للعنف. استقبلهم فرانسوا أولوند ثم قادهم لمسيرة صامتة تحولت شيئا فشيئا لمظاهرة عالمية ضد الإرهاب، ومن ساحة الجمهورية حتى ساحة الأمة انضم إليهم مئات الآلاف من الفرنسيين وغيرهم في مسيرة الوحدة والتضامن، ليس فقط مع تشارلي إبدو صحيفة الأزمة التي قتل 4 من رساميها في استهداف يوم اعتدى مجرمون جهلاء على مقرها في باريس. وكأن فرنسا استفاقت اليوم بعد سلسلة اعتداءات لم تقف عند باريس وحدها، فيوم الجمعة كان أكثر الأيام إثارة ما بين حصار دمغتان أنجويل وآخر لمحل لبيع المجوهرات في قلب باريس واحتجاز آخر في شرقها. كان يوما كالحرب لم تعرفه فرنسا من قبل في تاريخها الحديث. اتفقنا خلال اجتماع مكافحة الإرهاب على ضرورة مواجهة الخطاب المتطرف ومكافحة الإرهابيين عبر شبكة الإنترنت دون المس بالحريات، وكذا قطع سبل الموارد على الإرهابيين. ظهرت المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق ساعدت على انتشار الإرهاب، وسنعمل على تعديل اتفاقية شنغن لفرض إجراءات مراقبة على الحدود بين الاتحاد الأوروبي، ونؤكد أننا سنواجه الإرهاب باستراتيجيات جديدة. ولهذا التجمع الذي لم تشهده باريس من قبل استنفر الآلاف من عناصر الشرطة والجيش لتأمين الحدث، حدث ظهرت آثاره على كل مشارك في مسيرة الوحدة الوطنية. والآن ينتفض الفرنسيون ومعهم آلاف مؤلفة من أنصار حرية الرأي والتعبير دفاعا عن قيم راسخة لجمهورية الحريات. المسيرة انطلقت في عواصم العالم شمالا وجنوبا شرقا وغربا معلنة تضامنها مع المسيرة الباريسية بشعار كلنا شارل إبدو، وشمالا في ألمانيا أحرك مجهولون مقرا لصحيفة في هامبورغ نشرت رسوم شارل إبدو المسيئة لنبينا الكريم، نشروها تضامنا لكنهم نسوا أو تناسوا أن مئات الملايين من غير المتطرفين يسوءهم هذا، يؤذيهم في عقيدتهم، وهم أيضا من مؤيدي حرية الرأي والتعبير. حالة عبد المقصود، النهار اليوم. مسيرة الجمهورية في فرنسا ما زالت مستمرة، إذن بالتأكيد ما زال الحديث بقية وما زال هناك الكثير من النقاط التي تستحق التعليق والتحليل. وعندما نتحدث عن الشأن الفرنسي والشأن الأوروبي لابد من استضافة الدكتور سعيد الويندي خبير العلاقات السياسية الدولية بالأهرام. أهلا بحضرتك دكتور سعيد. أهلا بيك. عايزة كمان أضيف أن حضرتك كنت رئيس الجالية المصرية في فرنسا سابقا لمدة 20 سنة تقريبا، إذن حضرتك مش بس كخبرة في العلاقات السياسية الدولية كمان في الشأن الفرنسي. صحيح. قبل ما نتكلم على الشأن الفرنسي تحديدا، فكرة ان النهاردة يبقى فيه اجتماع لوزراء داخلية 11 دولة أوروبية ويضاف إليهم وزير العدل الأمريكي تحديدا، ليه؟ يعني 11 دولة أوروبية ده مفهوم، لكن وزير العدل الأمريكي تحديدا دونا عن بقية البلدان اللي موجودة في العالم. يعني هذا هو سر تعجبنا كلنا، يعني لأنه الإرهاب كما قالت مصر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني الإرهاب لا وطن له ولا دين، وبالتالي لأنه آفة عالمية يجب أن تكون مكافحته مكافحة عالمية. 200 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لابد أن يتم التنسيق بينهم لمكافحة الإرهاب، لأنه ضد بني الإنسان أينما كان. لكن الغريب والعجيب أن 11 دولة فقط يعني يجتمعوا في بروكسل ويبقى معاهم كمان وزير العدل الأمريكي. لماذا لم تتم الدعوة مثلا لوزراء العدل مثلا العرب أو الإسلامي المسلمين في العالم؟ أعتقد أن أوروبا ليست وصية علينا،
نحن نقول أن الإرهاب آفة عالمية، يجب أن نكون شركاء في الدفاع ومكافحة الإرهاب والوقوف وجهه، لكن للأسف شديد وكأن دماءهم دماء حمراء أما إحنا دماءنا مية بيضاء. بس هم ما تكلموش على أن يبقى في أفعال على أراضي خارج الدول الأوروبية، هم تكلموا على إجراءات متعلقة بالدول الأوروبية. لا بالعكس، هناك من طلب بسحب الجنسية من الفرنسيين الذين شاركوا في حروب خارج فرنسا أو خارج أوروبا في داعش. الكلام ده من كذا يوم، داعش المطالبة دي في داعش أو حتى في القاعدة. إذا هناك مطالبة بشكل أو بآخر على لسان ماري لوبين رئيسة الحزب الجبهة اليمين المتطرف بهذا المعنى عندما التقت فرنسوا هولندا مؤخرا. أيا كان الأمر، فرنسا فيه من 5-6 مليون عرب ومسلم، وكلهم يعني انت محمد يبقى انت ارهابي، هذا هو يعني الحكم الصادر في فرنسا. ليست هناك احكام، عذرا على اني بقطع حضرتك، حكم موجود دلوقتي على كل المسلمين، هو مش حكم رسمي فعلا زي ما حضرتك كنت لسه بتستكمل؟ ليس حكما رسميا، لا توجد سياسة رسمية فرنسية ضد الأجانب، لكن الممارسات الفردية صعبة للغاية. لقد كنت في باريس مدة 20 عاما وشاهدت بنفسي بعض المقاهي في ضواحي باريس مكتوب عليها باللغة العربية ممنوع دخول الكلاب والسود والعرب، يعني ثلاثة في خندق واحد حاطين الكلاب، الكلاب مع السود والعرب. هذا موجود، هذه ليست، لا أقول هناك سياسة فرنسية رسمية، لكن هذا لم يمنع من وجود يعني سلوكيات فردية وممارسات فردية لها سطوة على الناس كلها. وأعتقد أنه بعد هذا الحادث المصريين والعرب والمسلمين كانوا يخافون بشكل أو بآخر، تضييقات على الجنسية، تضييقات على الإقامة، على السفر إلى آخره. أعتقد بعد الحادث شارلي يبدو هناك تضييقات أكثر وأكثر، وقد اعترف وزير الداخلية بأنه لابد من إعادة ترتيبة وتشريعات خاصة بنا، وخاصة قضية شنغن. وأسبانيا فعلت نفس الشيء، ولندن تتأهب للوصول لهذه النقطة. إذا نحن أمام موجة ضد العرب والمسلمين بالخلط بين الإرهاب وبين العرب الدين الإسلام. طيب موضوع تعديل اتفاقية الشنغن بشأن الحدود، هل معنى ذلك يعني، وقبل الهوا حتى كنت بتكلم مع حضرتك، هل معنى كده أن ممكن إلغاء اتفاقية الشنغن ما يبقاش في تأشيرة الشنغن، نقدر مثلا نروح فرنسا وعن طريقها تتجول بين الدول الأوروبية ما عدا بريطانيا؟ أنا أعتقد أن هذا ما يتم، معنى أن هذه خطوة يجب أن يعودوا لها من قبيل الحفاظ ما يسمى بالأمن القومي الفرنسي أو البريطاني أو يعني أسباني إلى آخره. معنى ذلك أن هناك أكثر من هذا، المتشككون في ماستريخت، ماستريخت هي مدينة موجودة في ألمانيا وضع فيها دستور الاتحاد الأوروبي، المتشككون في ماستريخت الذين يرفضون الاتحاد الأوروبي، بالعكس عادت أصواتهم ارتفعت مجددا، الذين يرفضون اليورو، وتعلمون أن بريطانيا رغم ضخامتها لم تدخل منطقة اليورو. إذا بشكل أو بآخر هناك دعوة لتفكيك إن صح التعبير، وهذا مغالاة بشكل أو بآخر، لكنها موجودة في الاتحاد الأوروبي، بحيث كل الدول تصبح وكأنها فرادة وليس مكتبة.